السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل من نص كيلو لحمة مفرومة 3 وصفات مختلفة، وفي نفس الوقت هتوفر معاك في الميزانية والوقت والمجهود، ولو كنت بتشتغلي مش هتبقى عبء عليكي، وهتطلعيها من الفريزر بتاعك وتشتغليها على طول. اتمنى ان الفيديو النهاردة ينال اعجابكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة معانا كده هنجيب النص كيلو لحمة، وتكون اللحمة تكون لحمة سخنة او لحمة تكون لسه طازة، يعني ما تكونش خارجة من الفريزر. تمام. هنجيب البصلة بتاعتنا، بصلة مفرومة، واهم شيء ان البصل يكون بصل ابيض مش بصل احمر، علشان ما يغيرش لون اللحمة، ما تسودش يعني. تمام. هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا، ممكن نستغنى عن جميع البهارات اللي انا حطاها دي. تمام. ممكن نحط الملح والفلفل الاسود و7 بهارات، وهسيب لكم الوصفه كامله في صندوق الوصف. تمام. هنقلب كل ده، بس قبل كل ده عشان نقدر نشكله ما تلزقش في ايدينا، هنحط معلقه كبيره من الزيت. تمام. هننزل كده بمعلقه كبيره من الزيت، وهنقلبها كلها مع بعضيها. وهنا بعد ما قلبتها كلها مع بعض، هبتدي بقى اشكل اول حاجة الهمبرجر بتاعنا على شكل كور كده، وعلى حسب العدد اللي احنا عايزينه. تمام. هنا معانا كياس اللي هي بتاعت اللبن دي، انا قصاها توفيرا للميزانية. تمام. هنكورها كده البرجر وهنركنه على جنب. في باقي اللحمة هنزل كده بشوية من البقدونس، هقلبهم كده مع بعض، وهبتدي اشكل الكفتة اللي هي السيخ بخلة الشيش طاووق. طبعا عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، يعني براحتك. انا هنا عملتها ايه، تشكيلة الصوابع الصغيرة. طبعا في الوقت ده طبعا عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، انا جبت طبق صغير وشكلت الهامبرجر، بس الطبق يكون غويط. تمام. يكون كده، بس نحط فيه كيسة من الكيس اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو، نحطها في الطبق ونفرد فيها طبقة الهمبرجر اسفة. تمام. وبعد كده بنركنها فوق بعضها زي ما هنشوف في اخر الفيديو. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى الفيديو النهاردة ينال اعجابكم زي ما انتوا شايفين كده. حابة اشوف رأيكم في التعليقات، اي حد له تفسير يعني استفسار عن اي حاجة انا تحت امره. تمام. اتمنى ان الفيديو النهاردة ينال اعجابكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.